بلا شك عالم جراحات السمنة عالم مثير للغاية، لكن تبقى تحويل المسار أسئلتها أو الأسئلة حولها أسئلة مهمة جدا. أولا هي عملية لها قيم علمية كبيرة جدا، تحويل المسار قيمتها العلمية ليست فقط إنقاص الوزن، هي عملية تعالج السكر من النوع الثاني، وزي أي جراحات سمنة هي بتحسن مستوى ضغط الدم جدا كمان، وميتابوليك سندروم كلها بتحسنها، يعني الدهون بتعود أو مع التدريج إنقاص الوزن ترجع لمستوياتها الطبيعية. دي حاجات قيمتها مهمة قوي. بس تحويل المسار في الأوساط الطبية لها بريق، لأنها عملية تقنيا تحتاج إلى ليرنينج كيرف أعلى وكبير، ودائما يطلقون عليها في المراجع المقياس الذهبي أو الجولدن ستاندر. طيب هو ليه بيقولوا عليها ده؟ سؤال مهم جدا. ولمن تصلح له تحويل المسار؟ وموضة العيان اللي بيختار، العيانين بدأوا يتعاملوا مع الطب مش بس في جراحات السمنة، ده في فروع طب كتيرة قوي، على إنه سوبر ماركت، فروع طب كتيرة في جراحات التجميل، عايز أعمل كذا وما أعملش كذا، في السكر عندنا عايز أخد الدواء ده وما تدينيش الدواء ده، في الضغط والنبي بلاش الدواء ده عشان ما لا ده كان بياخده فلان عندي وأعمل، في حاجات كتيرة في الطب بدأت ثقافة الناس فيها تختل. النهاردة عايز أفهم هذا المعنى. طبعاً السؤال الأول لضيفي العزيز الأستاذ دكتور كريم صبري، يعني السؤال المهم جدا، من تصلح له تحويل المسار؟ لماذا هي الجولدن ستاندرد؟ كلمنا عن تحويل المسار، شايف في عينيك نظرة حب لهذه العملية. في البداية اسمح لنا أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا تحويل مسار المعدة يعني من العمليات القوية جدا في إنقاص الوزن، القوية جدا في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة زي مجموعة الأمراض بقى بتاعت الميتابوليك سندروم اللي حضرتك قلت عليها، وكمان يعني قوية في على الأمد البعيد، يعني في إن هي تحافظ على إن هي ما ترجعش الوزن تاني. في منها طبعا يعني أنا يمكن عملية تحويل المسار فيها أنواع كتيرة، ويمكن الناس بتسمع عن أنواع كتيرة لتحويل المسار. أنا يعني كنت ناوي النهاردة فعلا إن أنا لأن لقيت مقاسي من العمليات اللي هي تحويل المسار اللي هي مش تحويل مسار، لأن طبعا مش كل الناس يصلح لهم عملية تحويل مسار، في مجموعة منهم طبعا ما ينفعهمش تحويل مسار، وفي ناس طبعا ينفع لهم ولازم يعملوا تحويل مسار. قبل ما نكمل الحتة دي، أنت قلت جملة وأنا أساسا يعني لما وجهنا لك الدعوة أنا أعلم أنك عندك ما شاء الله اللي هي بيسموها الـ 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 أقول إيه الغيرة على الناحية العلمية، دي عادة الأكاديميين، الأكاديميين كده تربينا من واحنا صغيرين لغايه لما كبرنا جدا على الغيره على العلم، فانا عارف ان دي موجوده فيك بشده، وعندك اللي هي ايه القوه واخد حته اعلاميه عظيمه جدا تعلمناها في الاعلام مش في الطب، اللي هي انا هقول للاعور انت اعور في عينه. فقول لي ايه بقى الجمله دي انت قلتها وانا عارف انت هتقولها بعدين، بس هي اثارتني جدا، ايه فكر القصه بتاعت حد يعمل عمليه تحويل مسار وهي مش عمليه تحويل مسار؟ يعني مثلا انا شفت عمليه اسمها الاوميجا لوب، الاوميجا لوب يروج لها ان هي عمليه تحويل مسار معده مصغر، هي ليست تحويل مسار معده مصغر. الاوميجا لوب لان انا طبعا بشتغل معظم يمكن اكتر حالاتي 60% اعاده اصلاح فشل جراحات السمنة ترشي، من كل العالم يعني بيجي لنا حالات احنا بنصلحها، يعني تكميم فيها مشكله بصلحها، تحويل فيها مشكله بصلحها، عمليه تدبيس معده بصلحها. انا قصدي يعني شغلي معظمه تشير سنتر 60% من الحالات بشتغل في عمليات الاصلاح. فمن اكثر الحاجات اللي فيها مقاسي عمليه اسمها الاوميجا لوب، يروج لها ان هي عمليه اوميجا لوب. يعني يمكن تحويل مسار المعده المصغر ليه اسامي كثيره، ممكن منعوا الاسم ده خلاص، منعناه، يعني اتكتب عليها او اي جي بي او تحويل المسار ذات الوصله الواحده اللي هو انسموس جاستريك بايباس، او تحويل مسار ما بقاش ميني جاستريك بايباس عشان الناس حتى ما تمسكش في الاسم ده. العمليه يروج لها اللي هي الاوميجا لوب، هي في الاصل ليست تحويل مسار معده مصغر. بتدخل بقى على العيان ده بتلاقي تدبيس معده عادي وجزء من الامعاء مثبت بالباوتش فوق، ودي ليست تحويل مسار معده مصغر، ويقول لك انا جايب ابحاث هي تبع الاوميجا لوب. الاوميجا لوب دي اسم ليه تحويل مسار المعده الميني جاستريك باي باس، وليست العمليه اللي هي دي. ايه هدفها العمليه دي؟
وعيان طبعا هو ما عندوش قدره جراحيه يعمل العمليه، ما عندوش قدره ماديه يعني يعمل عمليه، فعايز سعره قليل. طيب انا كجراح بقى عايز اعمل الاوميجا لوب دي، بقوم ضارب دبوس واحد مدبسه اللي هي تقيل القديمه وغير مكلفه، ويقوم واخد جزء من الامعاء زرعه في المعده، بتعمل ارتجاع مراري عنيف وتقعد تصلحها. العيان فعلا ما بتلحقوش لانه جاي يعني في سيفير مال نيوتريشن، يعمل العيان ده صلحه ويدخل في ريفيدنج سندروم وما تلحقوش. فانا بحذر الناس يعني جدا من عمليه اسمها الاوميجا لوب، وليس تحويل مسار المعده المصغر، اسمها كده هي طالع كده اسمها كده. يعمل بقى تحويل مسار المعده المصغر ما تخافش، لا اعمله، ده اكريديتد وده حاجات سيرتيفايد. يعني في عمليه لتحويل مسار المعده الكلاسيكي يعمله. في برضو الجش الكبير على الساسي او السنجل انسموز جاستريك باي باس اللي هي السليف اليال باي باس، هي احنا بنعملها، هي لن تضر، هي التقسيم مفيش حاجه اسمها ثنائي التقسيم. يعني هو في العرف، في عرف يعني. الناس بيتقال هو مفيش حاجه اسمها ثنائي التقسيم، مفيش حاجه، احنا اللي قلنا عليها كده. يعني احنا اللي قلنا عليها كده، لكن هي العمليه هي تكميم عاديه خالص، وبنجيب جزء من الامعاء بنثبته في التكميم، وبالتالي يفترض طبيا يعني او فيسيولوجيا ان جزء من الاكل هيعدي خلال المسار الطبيعي وجزء منه هيعدي من التكميم خلال الوصله. ما ينفعش ان احنا نروج ليها ان احنا ما تاخدش فيتامينز، ما فيش حاجه اسمها عمليه التربو او العمليه يعني القويه او العمليه الهايبريد، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها كده. هي دي عمليه من نوع من انواع تحويل المسار، كل دي تسميات ترويجيه. احنا لسه العمليه دي مش سيرتيفايد خالص، مش اكريديتد. ما لسه لم يصرح بيها، انا نشرت عليها، لم تعتمد. اول حاله عملتها في عين شمس في 2016 ونشرت عليها بحث باسمي في 2016، ولكن بطريقه طبيه، اللي يدخل يبقى عارف انه داخل عمليه تحت الاجراء، تمضي اقرار ان انت عامل عمليه تجريبيه جديده، هي لن تضر ان شاء الله، لكن احنا لسه النتائج مش عارفين. ايه السؤال العلمي اللي عليها حتى الان احنا مش قادرين ان احنا نديها يعني زي رخصه او ان احنا نقرها، يعني ان احنا مفيش حاجه تقدر تقيس قد ايه من الاكل هيعدي خلال ال 12 وقد ايه من الاكل هيعدي خلال المسار الطبيعي. لا تقدر تقيس ده بالمنظار، ولا تقدر تقيس ده بتكنيشن سكان، ولا ما تقدرش تقيس الكلام ده. ما لا يمكن قياسه لا يمكن ان احنا نقر بيه. خد على ده اسماء كتيره جدا بقى وشغل كتير، كانها هي العمليه الاكريديت الوحيده في العالم. اعملها بس يبقى العين عارف ان هو داخل عمليه نوعها ايه، وادي له فيتامينز. انت لا تدري يعني العين ده محتاج ولا مش محتاج. طبعا يبقى اذا لا نروج لعمليات تحويل مسار باسماء قد تكون جذابه وقد تكون يعني احنا مفهمين العين اللي هي دي حاجه لكن طبعا احنا يمكن الامريكان حتى يمكن بقى لهم سنه ولا سنتين لسه تحويل مسار المعده المصغر، بقى لهم سنين رغم ان العالم الامريكان وفرنسا ما بيعملوش تحويل مسار المعده المصغر، يمكن بقى لهم سنتين موافقين بيها. هو عندهم مشكله كده مع الراجل اللي هو كان عملها في 2003، لكن هي حتى الراجل مش عايش في امريكا، مش عايش في قاعد في الهند. فطبعا احنا هو اقروها خلاص بقى وابتدوا يعملوها، كان لهم تعلق، كانوا بيعملوا تحويل مسار المعده الكلاسيكي اكتر. فاحنا طبعا يعني قصدي محتاجين نعمل نستخدم العمليات بعقل. ففي انواع من تحويل المسار ليست تحويل مسار، ده ناهي حضرتك بقى عن عمليات الاصلاح اللي هنشوفها. يعني ممكن تلاقي معده عاديه خالص بتوصل بيها جزء من الامعاء كده، سيمبل جاستروجنوستومي، كان بيعمل تامي تاك عيانه، وقام حد من الجراحين قال لها انا اعمل لك تحويل مسار، قام واخد جزء من الامعاء عامله. انا كنت عملت محاضره اللي هي تحويل مسار اللي هي ليست تحويل مسار، محاضره كده انواع حاجات زي دي، زي الاوميجا لوب، زي اللي هي العمليه اللي هي سيمبل جاستروجنوستومي. شفت عمليات برضو انه تحويل مسار بيدخل الجراح، خلينا نصلح نقول التعبير بدقه اعلاميه، ان عمليات او اجراءات ليست معتمده تروج لها او يروج لها على انها تحويل مسار، وهي ليس لها اي قرب من قريب او من بعيد بتحويل المسار، صح كده؟ ده وصلت ان هي بقت تربو، تربو بقى. ما هو التعبيرات دي كلها بقى التعبيرات، انت قلت النهارده انت فضحت هذه التعبيرات، وده صح جدا واحييك جدا، وهو ده سبب دعوتنا الاساسي ان احنا نصلح. زي ما انا قلت احنا في سلسله مهمه جدا في دعوتنا ليك، واتفقنا معاك ان احنا نفتح الملف بمنتهى الدقه والصراحه. لا لان طبعا العين هو اللي بيدفع الثمن في الاخر، والحقيقه يعني انا بعتبر ان دي رساله احنا لازم نقولها ولازم كل الناس تسمعها، لان زي ما يعني طبعا يعني بتدرس في الجامعه لازم تطلع اعلاميا تقول ان في حاجه صح وفي حاجه خاطئه، يعني هو ده دور الجامعه. وفعلا انا بقول لحضرتك ان الجامعه مهتمه بالموضوع ده جدا، ولتصحيح المفاهيم الطبيه، واي حاجه فيها خلل هيتم برضو الرجوع الى
يعني ان هو يتصلح الحاجات دي وترجع لاصلها المظبوط اللي هو كما يجب، ولازم ان احنا ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا. الشروط اجراء العمليه نفسها ايه؟ تحويل المسار. ما فيش، هي عمليه تحويل المسار عمليه سهله جدا، بسيطه جدا، ستريت فورورد، عمليه بتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيره قد لا تتعدى الساعه، واقل من كده انا بس خلينا في الطبيعي يعني، لكن ربما لا تتعدى النص ساعه في بعض الحالات. اقامه 12 ساعه في المستشفى او اقل يعني، وبيقعد يوم او يومين في المستشفى ويرجع لحياته الطبيعيه بعد ذلك، يمارس حياته الطبيعيه، بيمشي بقى الفتره الاولى على شويه عصاير وزبادي وحاجات بسيطه كده 10 ايام، ويكمل الشهر الاول على اكل بسيط ويرجع لحياته الطبيعيه بعد شهر. فهي عمليه تجرى بالمنظار، هي حاجه اجراء بسيط جدا، ما فيش فرق ما بينها وبين التكميم كاجراء في العمليات، ولا في الاكل ولا في الحاجه، ما فيش اي اختلاف خالص. هو بس احنا احيانا الناس اللي هي المريض السكر اللي عنده بنحب نعمله تحويل مسار، الناس اللي فوق وزن 150 كيلو، الست اللي هي مش قادره تمشي على مفاصلها لو عملت لها تكميم مش هتخس اكتر، تعمل تحويل مسار اكتر، الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء يعمل لهم تحويل مسار كلاسيكي، ما تعملش مسار مصغر عشان ما يجلوش ارتجاعين بقى مراري وحمض. انا قصدي انه ربما يكون في دواعي، احنا يمكن شايفين في الانيميشن دلوقتي عمليه بسيطه خالص، هي توصيل جزء من الامعاء الى المعده، بس طبعا دي اللي هي تحويل مسار المعده المصغر، هي دي لو انا شفتها في الاشعه دي مش تبقى عمليه مظبوطه عشان الباوتش بتاعتها صغيره بالظبط. عشان الناس طبعا لازم الباوتش او المعده تبقى طويله ورفيع يعني، مش اقل من 12 14 سنتي. هي الانيميشن مش دقيق قوي بس ده الانيميشن بيشرح لكم بس مش العالمي يعني، ما حدش بس يكون فاهم خلفيه طبيه لكن الانيميشن ده يعتبر حاجه تسهيليه يعني، لكن لكن طبعا تحويل مسار المعده المصغر من العمليات السيمبل جدا البسيطه اللي هي قويه في انقاص الوزن، طبعا بتقلل كميه الاكل، بتقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبه قد تصل الى 70%. الجزء المعزول الناس تطمن عليه جدا، لان طبعا ده سؤال مشهور جدا، الجزء بقى المعزول من المعده ده هيحصل فيه ايه؟ ما حصلش فيه حاجه، ده جزء عادي خالص بيفرز ويشتغل عادي جدا. ولو عايز لاي سبب من الاسباب ترجع العمليه لوضعها الطبيعي، الجزء ده عادي جدا وسليم جدا وطبيعي جدا، لان احنا ما بنقدرش نوقفه بعقلنا يعني. ليه؟ لانه بيتحرك مع الشم مع الاكل مع بيفرز عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، ودي تعتبر حاجه مميزة لتحويل المسار عن التكميم، ان احنا لا يتم استئصال اي نوع من الامعاء او المعدة في عملية تحويل المسار، هي معاك زي ما هي، المعدة زي ما هي، الامعاء زي ما هي، ما فيش حاجة يتم استئصالها، عشان كده يمكن الغائها، يمكن ارجاعها للوضع الطبيعي، انت معدتك في امان يعني ما فيهاش مشاكل. وكوضع هرموني كمان عملية تحويل المسار طبعا انت عديت من 150 ل 200 ل 2 متر كاملين من الامعاء الصغيره، الجزء اللي بيبقى بيمتص سكريات الدهون بنسبه قد تصل ل 70%. دوره الاكل السريعه دي بتخلي خلايا ال سيل، دي خلايا ممكن الناس تبص عليها على جوجل كده، دي بتفرز هرمون اسمه جي ال بي 1، ده الثوره الطبيه بقى على الحاجات اللي حضرتك يمكن الناس عارفاها بتوع السكر يعني. دي الحاجات الانالوجز او الحاجات المماثله للجي ال بي 1 بيعملوا ادويه غاليه جدا. هو العمليه اصلا اوتوماتيك كده اوتوميتد يعني، بتنشر دوره الاكل السريع بتخلي الخلايا دي تفرز هرمون الجي ال بي 1 اللي بيحفز خلايا البنكرياس، يخليه يفرز انسولين كويس بسرعه عاليه، بيقلل حاجه اسمها الموت المفاجئ للخلايا اللي هو الابيبتوزس، يخلي البنكرياس ينشط من جديد، وبالتالي ده دور مهم جدا في علاج السكر واعاده النشاط الهرموني مره. السكر من النوع الثاني طبعا. انا شايف حضرتك بتاكد على السكر من النوع الثاني، السكر من النوع الثاني. انا طبعا النقطه دي مهمه جدا برضو، لان عمليه تحويل المسار هو بطبيعه الامر ان السكر من النوع الثاني هو الاكثر شيوعا، وهو الاكثر شيوعا في 80% ل 90% مرتبط بالسمنه المفرطه، ودايما هو العيان اللي بيجي لنا عنده سمنه مفرطه بيكون عنده في معظم الناس عنده سكر. غالبية الناس اللي عندهم سكر من النوع الأول أصلا نحاف ما بيعملوش عمليات، فغالبا الناس اللي هي عندها سكر غالبا هيطلع من السكر من النوع الثاني، لأن 90% من الناس اللي هي المصابة بالسكر من النوع الثاني عندهم سكر. فالنقطة دي طبعا لازم تكون كلير. والناس اللي هم سكرهم من النوع الأول عادة بيكون نحاف وسكرهم منذ الصغر، والبنكرياس أصلا مش شغال، وبالتالي العمليات دي ما بتبقاش مفيدة إلا في حالة واحدة وإحنا ما بنشوفهاش، إن يكون السكر من النوع الأول معاه شوية سمنة فربما تقلل جرعات الانسولين لكن مش هتعالج السكر نهائي. يبقى المريض له منظور تاني بقى، ما يهموش يا باشا الكلام اللي احنا قلناه ده كله، ده يهم المجتمع الطبي. المجتمع الطبي لازم يفهم الكلام ده. المريض بقى بيفهم حاجه تانية حلوه ومهمه بالنسبه له.
اللي هو ايه بالظبط؟ ده اللي هنشوفه ونسمعه مع بعض في حوارنا الممتع المستمر مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم صبري. لما رحت للدكتور كريم صبري قال لي ما هي المشاكل؟ قلت له بعاني من السكر والضغط وعندي جلطه في رجلي. فالدكتور كريم صبري قرر يعمل لي عمليه تحويل مسار. كان وزني قبل العمليه 160، الحمد لله بقيت 110، خسيت 50 كيلو بعد حوالي خمس شهور ونص من العمليه، والحمد لله بقيت كويسه وبقيت بمشي وبتحرك وبخرج. كنت بعاني كتير من السمنه، كان عندي الضغط وعندي السكر وكان عندي جلطه في رجلي، والحمد لله بقيت كويسه وبتحرك وبروح وباجي في كل حته في كل مكان، والحمد لله بقيت كويسه.